يسعد اوقاتكم واهلا وسهلا فيكم. اليوم رح نعمل مع بعض الناعن، اكله بسيطه وسهله كتير، واللي بيعرف سوريا وزاير سوريا اكيد رح يعرفها، وطبعا السوريين كلهم بحبوها وخاصه بشهر رمضان. عندي هون كاسه طحين وعندي كاستين مي، نفس الكاسه اللي انت عيرتي فيها الطحين رح نعير فيها المي. هلا فيكي هذا اما تعمليه بالخلاط او فيكي تعمليه كمان بالمضرب اليدوي. انا هلا رح اعمله بايدي هيك، بحط المي بنزل فيه شوي شوي وبحركون لحتى تصير عجينة رخوة. هلا رح ناخدهم نحطهم على مقلاية على النار ونرجيكم كيف رح يصير شكله. أنا حطيت مقلاية على النار، هذا طبعا هو قوامه للعجين بس للسائل، بس أنت كل ما بدك تحطي لازم تحركي شوي لأنه هو عبارة عن طحين ومي بس، فرح تلاقي الطحين رسى للسفل. قبل ما تحطيه حركي شوي بإيدك وخدي قدر. أنا هلا رح آخذ قدر كبجاية وبحطه بقلب المقلاية وبحركها على السريع لحتى اعملهم على شكل أرز بهالشكل هذا، وبتركها على النار لحتى الاقي الاطراف عندي هون صارت ناشفة، بتحسيها نشفت، وقتها باخذها. انا عملت هون واحد بحطها دغري على قماش لحتى اتركها لتاني يوم تنشف على مهلها. بلشت انا عندي الاطراف ترتفع على الاطراف، هلا انا بعمل لها هيك برفعها بايدي لانه هي بتكون عجينه كثير طريه. هلا انا هدول راح خلصهم كلهم على الاخر، شايفين كيف بتصير ويضل وجهها طري. راح احطها هون لانه سخنه، راح احطها على قماش، شايفين انا هلا عملتهم هدول هيك، بخليهم على قماش لحتى ينشفوا على الاخير، بخليهم لثاني يوم لحتى ينشفوا على الاخير، وبعدين بقول لكم شو راح نشتغل مع بعض. انا هون فاردتهم هلا على الطاوله، حاطه قطعه قماش وفاردتهم على الطاوله، شايفين كيف منظرهم. هلا مو كلهم نشفوا على الاخير، في منهم بعدهم طرايا، فانا بخليهم لبكره لحتى ينشفوا تماما، وبعدين بارجيكم كيف رح اقليهم مع بعض. انا حطيت زيت على النار، شايفين شكلها كيف بيصير تنشف، بصير قاسيه كتير. لازم لما نحطها مباشرة نكون عنا يعني شوكتين او مثل هدول هيك لحتى دغري انتي تفتحيها لانه هي رح تضب على بعضها. هلا رح انا رح اقليهم بهالشكل، بحطها وبضغطها لحتى ما تفلش وتضب على بعضها. ولا تحمريها كتير لانه هي رح تكفي، يعني بتضل محافظه شوي على الحراره فرح تحمر زياده، بس تقيميها من الزيت. هيك كافي. انا هلا رح طالعها، رح اعمل وحده ثانيه تشوفوها. مجرد انه تحطيها بالزيت رح تلاقيها بلشت تفتح معك حتى ما تضب على بعضها. نحنا بنضل نضغطها هيك بهالشكل هذا من كل الاطراف. هلا انا رح خلصهم كلهم وبعدين بقول لكم كيف رح نحط عليهم الدبس. بعد ما انتهيت من قليهم انا جايبه هون دبس تمر، او فيك تجيبي دبس عنب كمان بيصير، بنرش عليهم بهالشكل. رح احط انا على وحده هلا قدامك كيف نعمل بهالشكل هذا، طبعا هذا حسب الرغبه، يعني قد ما بدك انت بتحطي الكميه اللي بدك اياها. وهيك بنكون انتهينا من طبق اليوم، بتمنى يكون عجبكم، واهلا وسهلا فيكم. لا تنسوا تتابعوني على قناتي مطبخنا السوري.